يعني قال لي اخوك هيموت فعلا. ايوه قال لي يعني اخوك هيموت حضرتك قبلها بشهر، قال لي كده ومات. ان توفيق الله يرحمه هيموت قبلها بشهر. ايوه اصل انا ليه؟ يعني ربي عز ربي اكرمني يا رب ما يحرمني من هذا الفضل الرؤيه، ان انا بقرا في كتاب الله فكتير يعني، فروحي بتبقى شفافه. فتوفيق ابني قبل ما يموت بشهر صوت قال لي توفيق مات. هو صاحي مش نايم، هو صاحي. صوت بيكلمني توفيق مات، وهو في تمام الصحه. فهو ما يخرج اخرج وراه كده ويقف يطلع عشان عربيته بيركي، انا في الشارع اللي ورايا اطلع البلكونه ابص عليه ما فيش. وذلك هو انتقل ما كملش شهر باين يا هبه. هو صاحي من بالاضافه بقى انا بقى يعني دخل نام وصحي الصبح انا كنت بايت عنده. بالاضافه ان انا عارف قلت له انت مجتهد ما صدقتوش تصوير بيا باستمرار. يعني انا ابويا مات 56، من 56 الان لازم ادعو له هو وامي يوميا ما شاء الله ربنا يبارك لحضرتك. 56 ولذلك روح ابويا معايا.